كوبين طحين، كوب سكر الأسرة، رشة ملح، وملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة بايكربونات الصوديوم، 5 بيض، وملعقة كبيرة فانيلا، كوب ونص زيت شعبان، 3/4 كوب من عصير البردقان، ملعقة كبيرة عصير ليمون، وملعقة كبيرة برضو برش الليمون، نقطة واحدة صبغة صفراء أو خضراء حسب الرغبة. هلأ للحشوة رح نحتاج لكوبين كريمة، 500 جرام فراولة، ليمونة صفراء وليمونة خضراء برضو، نقطة واحدة صبغة لونها زهر حسب الرغبة أيضا. هلأ عنا عصير الليمون والبردقان مع بعض حطيتهم، اوكي، وراح احط عليهم البيكنج سودا. نحن دائما لازم نفور البيكنج سودا بماده فيها اسيد عشان ينفخ معنا الكيك ويطلع مرتب. فلا هي شوفي احلام، يا ريت تبين على التلفزيون كيف عم بتفور. تصير تفاعلات اوكي مبينه. هلا لو حطيناها من غير عصير البردقان هي وقلتها واحد ما بيكون لها لازمه، حكينا قبل بموضوع الكيك. هلا بنحط الطحين، خليني اضرب الزبده مع السكر اول مع الزيت. هلا نحرك الزيت مع السكر، نضيف البيض تدريجي. هلا حطيت على الطحين البيكنج باودر، البيكنج صودا حطيناه على الليمون والبردقان، هلا حطينا هون بدنا ندير الطحين بشكل تدريجي. طبعا هاي بيقدروا يعملوها بالماكينه، بس انا زي بقول دائما بتفادى على الهواء اعمل بالماكينه عشان بتعمل صوت كثير عالي. اوكي، طحين منخل بنحطه بهاي الطريقة، صارت عجينة بتجنن. هلا رح أدير عصير الليمون وعصير البردقان تدريجي. تمام؟ حلو، اوكي. هلا بدي أحط برش الليمون وبدي أحط صبغة. هلا ليش حطينا صبغة؟ بس عشان نبين إنها على ليمون. هلا هديك عملتها على ليمون أخضر إذا ملاحظة، وهاي على ليمون أصفر. طبعا برجع لهم بحبوا ما يحطوا صبغه بالمره، يعني قديش بنحط صبغه؟ نقطه. هلا بتشوفي نقطه بالضبط. هي هل قد بتاثرها؟ النقطه بتصبغ كل ال تمام. أوكي. هيك صارت الكعكه جاهزه، بس بدنا نحطها بالفرن، تقعد بالفرن 20 دقيقه ل 25 دقيقه على درجه حراره 180. انا هيهم بعملهم بنسميهم فلقات، نحن بنسكبها، اللي عنده قالب كبير بسكبها بقالب عالي يعني، وبعدين بقسمها 3 اقسام، واللي عنده هيك كثير اريح له بيوزن على الوزن 3 متساويين، فبالخبيز بياخذوا نفس الوقت بيطلعوا مستويين بنفس الوقت. حلو. فانا طبعا هلا مش جايب الميزان بس على النظر بنوزن وبنخبزهم نقسمهم على 3. شوفي ما احلى العجينه، ما احلى الخلطه، مبينة إنها خلطة زاكية. خليها تنزل هيك على راحتها، وضل هون ما أنصفنا مع هذا القالب. شفتي اللون الأصفر كيف طلع؟ ببين يعني، مع إنها نقطة بس بتبين. هلا بدنا نفوتهم على الفرن. أوكي. على درجة حرارة 180. تمام. ونتركهم 20 دقيقة. ندهنها. شكلها طيبة الكيكة. كثير. بنحط شوية فراولة بالنص، نفرم الفراولة. الليمون لأنه حامض مع الفراولة والكيك حلو بيطلع حامض حلو كثير زاكي. اوكي. والله شكله معتبر. بنحط كمان شوية كريمة هون بنسميها اللزيقة هاي، عشان إذا ما حطينا بتصير تزيح الكعكة معنا. إذا ما حطينا هاي لازم نحطها. أوكي. بالنص. بس نقطة بالنص. حلو. زي اللزيقة بنسميها. نرجع بنحط كريمة سلسة كتير وكتيرة كتير كمان الكريمة. بس على الوجه مش هحطها لشنا. بس هاي بس جريمة نص جريمة، مش جريمة كاملة. هيك بس خلينا نعملها هيك. بس فعليا شهيتينا يعني الطريقة هاي. بدك تحطي عليها ليمون وفراولة. بزينها ايش حابه نحط لها، بس اجيب العجل عشان احنا هذا اسمه عجل، هذا لازم يكون عالي. صح بتذكرك. لا عشانه بلف بريح. لا واظن انت كانت تحبي تشتغلي على العالي صح؟ ايوه. هلا الحلاوه نظبطها من فوق، شو رايك؟ يا سلام ابدعتي.
تمام؟ تمام تمام. نحط لها فراولات، كيف بدك نحطهم بالنص؟ بدك نحطهم حلو، ممكن نوزع الليمون على الاطراف. بدك نقسمهم زي ما بدك؟ انت زي ما بدك. عندنا فراولات. شكرا للمتابعة، وما تنسوا تشتركوا بالقناة عشان تشوفوا كل إشي جديد.